اللحن ما أعذبه والعلم ما أطيبه، شبابنا هكذا بعلم هواثبه، ونسوة في التقى أمثلة ضاربة، هلم كي نستمع للكلمة الطيبة. قال القساوسة المسيحيون: انتبهوا إلى انتشار الإسلام في العالم وانتشار بصورة كبيرة جدا، فذهبوا وبحثوا لماذا الإسلام بدأ ينتشر شيئا فشيئا، ما هو السبب؟ لما بحثوا وبحثوا وجدوا أن السبب الرئيس وراء انتشار الإسلام هو الإمام الحسين عليه السلام. لذلك أخذنا كتب التي تتحدث عن الحسين حتى نعرف كيف أن الحسين تمكن من نشر الإسلام، ونحن نتبع نفس الطريقة والمظلومية في المسيح ابن مريم حتى ننشر المسيحية في العالم. هكذا يفهمون الإمام الحسين. نحن نفهم الإمام الحسين، إذا عندي حاجة أتوجه إلى الحسين، إذا عندي مريض كأنه مستشفى فقط، أنا ما أقول لا يتوجه الإنسان، إذا عندي مريض أو عندي حاجة أتوجه إلى الإمام الحسين، وإذا دخلت إلى حرم الإمام الحسين أدخل بقضية تقليدية أزور الإمام وأطلع، هذا إذا رحت زرت الإمام الحسين. ولكن عندي رجاء منكم أن تقرأوا زيارة الإمام الحسين، تطالعوها، مو تقرؤون الزيارة قراءة، لا، مطالعة. أنتم مطالعون كتب، مطالعون رواية، وتقرؤون رواية، اقرأوا كقراءة كمطالعة، اقرأوا زيارة الإمام الحسين واعرفوا من هو الإمام الحسين، كيف أن الإمام وصل إلى هذه المرحلة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. اللحن ما أعذبه والعلم ما أطيبه، شبابنا هكذا بعلم هواثبه، ونسوة في التقى أمثلة ضاربة، هلم كي نستمع للكلمة الطيبة.